نعم. الإنسان إذا أراد أن يوزع بين الأولاد قبل أن يموت الميراث يعني؟ نعم. يقول العلماء لا بأس للمريض أن يوزع تركته على ورثته على حسب الميراث، فهمت؟ لكن هذا غلط، ما هو صحيح. أولا لأنه تعجل شيئا لم يكن، والله عز وجل في الميراث يقول لكم نصف ما ترك، والإنسان ما دام حيا فلم يترك شيئا، هذه واحدة. ثانيا أنه ربما يموت بعض ورثته قبله، أليس كذلك؟ قد يكون هذا مريضا مجنفا قد قرب أجله وله ورثة، ثم هذه الورثة يصابون بحادث بين عشية وضحاها، فينقلب الوارث ايش؟ موروثا. ثالثا انه اذا قسمه بينهم فربما يوفق احدهم فيما اخذه فيتجر به ويزداد وينمو، يكون عند الموت ما بيده اكثر مما بيد الورثه الاخرين، فيوقع هذا في قلبهم شيئا، وان كان هذا يعني ما له اثر، يعني ما ينبغي ان يوقع، لكن لا بد ان يوقع. فلذلك نرى ان نبقي الامر كما ابقاه الله عز وجل، ان الميراث لا يكون مقسوما الا بعد الموت.